ننتقل إلى الحديث التالي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بداية، من يعرفنا بروات هذا الإسناد؟ من يعرفنا بروات هذا الإسناد؟ أصابع جديدة، تفضل. محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بن دار، مات سنة 250 و200 وله بضع و80 سنة. غندر هو محمد بن جعفر العدري البصري، ثقة صحيح الكتاب، مات سنة 93 و100. شعبة هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، مات سنة 60 و100. محمد بن زياد الجمحي، مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة، ثقة ثبت. أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال، أشهرها عبد الرحمن بن صخر، مات سنة 57 وله 78. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ من يذكر لنا لطيفة؟ واحد. نعم، فيه رواية الابن عن زوج أمه. من؟ نعم، غندر عن شعبة. اثنين. نعم، نصف الإسناد بصري والنصف الثاني مدني.